من قلب العاصمة السعودية الرياض، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم الرابع عشر على خليجية. مسار الليل أطراف النجوم ومن ضحوك الفجر لين آخر مدار، تبتسم لك يا محمد كل يوم، أرضك وتنبت صياهدها خضار، وتحت ظل الشمس والوضع محسوم، وفي السماء والأرض أو فوق البحار اسمك بالذهب فوق الغيوم يا محمد، ونكتب اسمك حب وامجادك شعار، نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم يا محمد، ونكتب اسمك حب وامجادك شعار يا محمد يا محمد يا محمد. خاذك للقرار، قامت الدنيا معك يومك تقوم، وما رجعت إلا بهيبة وانتصار، سر بنا يا محمد وعزك يدوم، ومعك حنا من مسار إلى مسار، من عزومك عرفت كبار العزوم، ومن بداية رؤيتك يبدا النهار، يا بشاير خير وعلومك علوم يا محمد، المطر يشبه وحلامك كبار، نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم يا محمد، نكتب اسمك حب وامجادك شعار يا السلام عليكم، طابت اوقاتكم بكل خير، وحييكم متابعي برنامج كوره الحادي عشر والنصف، موعدكم الثابت والمعتاد لاخر مستجداتنا في الساحه الكرويه الرياضيه. قبل قليل اسدل الستار على فيفا السعوديه كاس العالم للانديه بتتويج مانشستر سيتي بطلا لهذه البطوله بعد نتيجه تاريخيه في النهائي من امام فلومينيز البرازيلي باربعه اهداف. المكسب ليس فقط للفريق الانجليزي وانما ايضا للكره السعوديه على وجه التحديد وبزاويه عامه إلى كل العاملين في هذه البطولة، والوجه الحضاري والتنموي الذي ظهر به العاملون وفريق العمل لهذه البطولة. لذلك كانت المملكة العربية السعودية الكاسب الأكبر في هذه البطولة بعد هذا التتويج. نقول مبروك لكل العاملين. كذلك سيكون في حلقتنا في هذا المساء استمرار للتعليق على مباريات دوري روشن للمحترفين. اليوم ثلاث مباريات أقيمت من الآن وحتى الساعة الواحدة، الأبرز في هذه العناوين. برباعية مانشستر سيتي الإنجليزي يتوج بلقب كأس العالم للأندية 2023 لأول مرة في تاريخه على حساب فلومينينزي البرازيلي للمرة الرابعة في مونديال الأندية. الأهلي المصري يحقق الميدالية البرونزية بعد الانتصار على أوراوا ريدز الياباني. غداً العالم يترقب نزال اليوم الحاسم لأشهر أبطال الملاكمة العالميين في منطقة كينغدوم أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض. بدعم جماهيره
النصر يتخطى عقبة الاتفاق ورونالدو يواصل صدارته للهدافين. وسط تألق البريكان وماكسيمان، الأهلي يؤكد تطور مستواه ويأخذ نصيبه من الحزم برباعية نظيفة. في انتصار تاريخي للأخدود، الشباب يستمر في تحقيق النتائج السلبية وجماهيره تنتظر تعديل المسار في الفترة الشتوية. الجولة 18 من الدوري الأقوى تتواصل مساء الغد. التعاون يستضيف الفتح في بريدة، والاتحاد العائد من المونديال يلتقي الرائد في الشرائع. هذه عناويننا. رحب بنجوم كرة في هذا المساء هنا في الرياض كابتن أحمد مجدي. مساء الخير كابتن، الحمد لله على السلامة. مساء الفل عليك، مبروك التأهل للزمالك يا أستاذ عبد الله، الله يبارك فيك. وطبعا برحب بعيد ومبسوط جدا أكون معكم النهاردة. الله يحييك أبو فيصل، مساك الخير، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. منورنا اليوم كابتن مجدي وأيضا براكان. كذلك من جدة كابتن طارق كيال. براكان مساك بالخير، مبروك الفوز اليوم. الله يبارك فيك، أولا مساء الخير لك كل الزملاء، الكابتن أحمد والأستاذ سعيد والكابتن الكبير حاتم، وأتمنى نقدم حلقة مميزة لكورة. كذلك كابتن حاتم خيامي من مكة المكرمة. أبو أمير مساك بالخير. يا هلا، مساك الله بالنور حبيبي، بالنور، تحياتي لك بالتأكيد ونقاط كورة الكبار الموجودين اليوم، ودائما وابدا يمتعونا ويثرونا ويثروا المشاهدين، على راسهم كابتننا الكبير واستاذنا الكابتن طارق كيال بالتاكيد، وجمهور كوره دائما وابدا. طيب خلونا نشوف قبل شوي لما اختتمت البطوله بنهائي منتظر، تجاوز فيه عدد الحضور الجماهيري اكثر من 52 الف متفرج، الكثير من الشخصيات الرياضيه، انظار العالم توجهت نحو ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه بجده. المتوقع والمنطق كان ان يفوز السيتي، وهو ما حدث برباعيه، تفاصيلها في التقرير القادم. توج مساء اليوم فريق مانشستر سيتي الانجليزي بلقب كاس العالم للانديه بعد انتصاره على فريق فلومينينزي البرازيلي باربعه اهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عروس البحر جدة، وسط حضور جماهيري كبير في المونديال العالمي الذي اختتم نسخته الأولى والتي نظمت على أرض المملكة العربية السعودية. أهداف السيتي جاءت عن طريق كل من الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى من المباراة، والإنجليزي فودين عند الدقيقة 28 من مجريات شوط المباراة الأول، وأضاف فودين الهدف الثالث في الشوط الثاني، ليعود ألفاريز أيضاً ويختتم أهداف المباراة برابع الأهداف. وسلم وزير الرياضة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي كأس البطولة والميداليات الذهبية للاعبي السيتي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو. يذكر أن الفريق الإنجليزي حقق أول ألقابه المونديالية في مشاركته الأولى تاريخياً في مونديال كأس العالم للأندية كبطل لدوري أبطال أوروبا. مبروك للسيتي لمحبيه، هارد لك لفلومينيز البرازيلي وكذلك محبيه اللي كانوا موجودين في الملعب اليوم أو تابعوا خلف الشاشة. كيف سيطر بيب على هالمباراة وينهي مباراة نهائية بالأربعة؟ طبعا مبارك للسعودية الأول على التنظيم طبعا الرائع، مش حاجة جديدة على السعودية، يعني تنظيم الفترات اللي فاتت في بطولات كتيرة جدا. السيتي ده حاجة متوقعة، ده أقل متوقع يعني، طبيعي جدا، وأنت بالذات في كأس العالم الأندية إن دايما الفرق الأوروبية ما بتوصل أو بجاية كأس العالم الأندية، فبنسبة قول 70-80% البطولة محسومة للفرق الأوروبية، لكن مانشستر سيتي بالذات ده الموضوع مختلف. الموضوع بقى له فترات كبيرة جدا هو مستحوذ على الكرة الإنجليزية، أصعب دوري في العالم بنفس سيستم اللعب، اي لعيب بيروح وبيمشي وبيجي مكانه لعيب بيخش نفس السيستم، نفس الاداء، نفس القوه، مع انه في الدوري السنه دي مش ماشي احسن حاجه، لكن طبيعي عمر جوارديولا ما يضيع فرصه زي دي ان هو ياخدها، خدها يعني ياخد كاس العالم انديه مع مانشستر سيتي غير البطولات السنه اللي فاتت خدها، فطبيعي جدا يتحكم في المباراه والضغط العالي اللي عمله والشراسه. خلي بالك يا استاذ عبد الله، في لعيبه الكوره الجامده اما تيجي تقول لها اضغط واقطع الكوره والكلام ده كله يحصل لها مشاكل، يعني مزاجها بيتضايقه. اما يكون لعيبه جامده في الكوره وسيستم لعب
وكواليتي مختلف لا يتضايق، لكن دول عندهم شراسه كبيره جدا جدا في الضغط، بيضغطوا النهارده استخدموا طريقه الضغط بتاعه الضغط العالي المان تو مان، كل اللعيب كل لعيب ما لعيب ما عدا حارس المرمى، ده نوع من انواع الضغط العالي، فاستخدموه بشراسه كبيره جدا جدا جدا. لكن فلومينزي برضو خليني اتكلم بصراحه، عندهم اسلوب ما خافوش من السيتي، ولعبوا الكره من تحت وبداوا الكره من تحت رغم الاخطاء طبعا، لان الضغط بتاع السيتي جوارديولا عارف مفهم لعيبته او معرفهم كل انواع التحركات بتاعت اي لعيب بيجي بيعمل بيلد اب، لانهم اوريدي بيعملوا بيلد اب، فعارفين ازاي يشتغلوا في الضغط ويضيقوا المساحات، وعنده جرأة كبيره جدا يسيب واحد واحد ورا ما فيش مشكله عنده، فريتم عالي جدا وقوه وسرعه لسه لاعبين من 3 ايام. فبصراحه لا يعني مانشستر سيتي يستحق، وده الطبيعي يعني، ما فيش مفاجآت، وفي الاخر هو يستحق، ومبروك طبعا جوارديولا وهارد لك الفلومينزي. ابو ركان، مع النظره الفنيه خلني اقول انت قريب من هالبطوله بحكم انك في جده، يعني كيف كانت الاجواء فيفا السعوديه؟ لا اجواء الحقيقه يعني حتى في الكورنيش امس كانت اجواء الفرق كلها بتروح الكورنيش وتتمشي والناس والتصوير يعني احتفاليه كبيره. الحقيقه البطوله نجحت بجميع مقاييسها، من التنظيم، من الحضور الجماهيري، من الجو كمان كان ممتع في جدة الأيام هذه. يعني انتهت البطولة وحيتذكروها كثير، وأغلب الضيوف اللي حضروا يمكن بعضهم حضر أول مرة في جدة كان المملكة العربية السعودية، كان يرى الثقافة السعودية ويرى الحضارة السعودية ويرى الشعب السعودي كيف والعام بكرة القدم وعاشق لكرة القدم. فكانت الحقيقة الحمد لله المملكة العربية السعودية توفقت ونجحت نجاحا باهر، وهذا حيؤدي إنه حتكون البطولات سهولة نحصل على أي بطولة في العالم إلا تكون في المملكة العربية السعودية بعد هذا التنظيم وهذه المتابعة الرائعة. المباراة انتهت 4 براكان. خلاص في فرق كبير بين الكرة البرازيلية والكرة الأوروبية، خلاص الكرة البرازيلية ما زالت تحتفظ بعملية المهارات الفردية وعملية الفنيات الفردية، انتهت هذه الكرة وأصبحت الكرة الآن كرة جماعية، كرة قوية، كرة تحرك، كرة ضغط، كرة مجهود. يعني البرازيلي ما هم قادرين يوصلوا خط ال 18 حق يعني إلا نادراً حق مانشستر سيتي، لأنه ما بديهم مجال، الملعب ماسحينه بالعرض بالطول، وكويس إنه طلعت 4 لأنه اعتبروا فريق الحقيقة فريق ضعيف اللي هو قدام فريق. يعني كان الأهلي المصري، لو الأهلي المصري كان ممكن يطلع فلومينزي، لأنه الأهلي المصري ضيع فرص واستقبل أخطاء ضربة جزاء وخطأ طلعهم من البطولة. طبعا ايضا نبارك للاهلي المصري فوزه بالمركز الثالث في هذه البطوله بعد تغلبه على اوراوا اليوم في ايضا في جده. ابو اميره، بعيدا عن الامور الفنيه باخذك لجوانب اخرى ومكاسب اخرى، استند الى تصريح سمو وزير الرياضه حينما قال بان هذه تجربه ستقيم، بالتاكيد ان هناك ملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار، يقدم شكره لفريق العمل، للمتطوعين، للعاملين اللي كان عندهم حرص على اظهار وجه تنموي حضاري للمملكة العربية السعودية من خلال هذه البطولة، ويشعر الجميع بأن ردود الفعل كانت من معظم من حضر من الشخصيات منبهرة، معجبة بالتنظيم، معجبة بالترتيب بهذه البطولة، وكأننا نتحدث عن يعني بطولة أو أنظمة الفيفا. الكل يعلم بأن أنظمة صعبة، وفريق الفيفا دائما حريص على بطولات أن تكون بمعايير أعلى جدا من بعض المعايير، على الأقل المعايير القارية. احنا خلصنا اليوم، انتهينا من هذه البطولة، مبروك للسيتي، هارد لك للفريق البرازيلي، لكن إجمالي عام ماذا كسبت السعودية؟ والله طبعا يعني ما شاء الله تبارك الله الحديث يعني نعيد ونزيد كل يوم بالفخر اللي احنا فيه بالفعاليات الكثيرة، بالتنظيم الكبير، حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، يعني النقلة هذه اللي بيعملها بالتأكيد يمكن تحدثنا كثيرا، احنا العالم كله بيتحدث عننا، يعني مش بس استقطاب لاعبين او استفكار او بنية تحتية او كل شيء، ما خلينا شيء ما شاء الله تبارك الله. هذه البطولة والتنظيم الآن في كرة القدم
احنا 34 عندنا في كاس العالم صحيح؟ نعم. الناس يقول لك لسه بدري. لا ما في بدري الان، الدنيا احنا شيبنا بدري. الايام مشيت بسرعه والايام تمشي بسرعه، وما في شيء بدري، بالعكس، وخاصه في التطوير وفي التنظيم كل شيء يوم عن يوم العالم يتغير. بالتاكيد اليوم احنا بننظم هذه البطوله، هي انا ليش قلت هذا الكلام؟ الناس يقول لك يا اخي بدري انت تتكلم، لا مش بدري، بروفا، هي تدريب على التنظيم. بالتاكيد كل مره حنكون احسن، كل مره حنكون احسن، حتى نصل الى ان شاء الله كاس العالم، الله يعطينا العمر، اننا نكون تكون افضل نسخه ان شاء الله في التاريخ في وقتها ان شاء الله تعالى. وبالتاكيد كل هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل يعني الدعم الكبير سمو سيدي العهد، نظرته للرياضه يعني مختلف عن اي زعيم في العالم بكل امانه، يعني تفكر فيها كقوه ناعمه، فكر فيها كاشياء كثيره، كتوظيف شباب، كفكر عالي، كاستخدام اعظم التقنيات في العالم في كل شيء، في كل شيء. ايضا هي من الروافد ابو امير، الرياضه ايضا هي من الروافد للناتج المحلي، لها في الرؤيه طبعاً معيار ومستهدف في 2030، يعني مش بس العمليه انه استضافه بطولات فقط، وانما ايضا لها مكاسب نعم اقتصاديه. بالضبط، انا اعطيك مثل في الجانب الاقتصادي. المانيا 2004 كانت في مؤشر السياحه يمكن 12-13 في العالم، نظموا كاس العالم 2006، 2007 المانيا رقم واحد في العالم في مؤشر السياحه العالمي. شوف الرياضه ايش تسوي، شوف الاستضافه ايش تسوي. وبالتالي اتفق معك تماما، النظره في كل شيء ما شاء الله تبارك الله. يعني العمل هذا مو مجرد انه بس نوري العالم وكذا، لا احنا نوري العالم من نحن وكيف نفكر، ايضا ماذا سنجني، ايضا هذا الفكر العالي وهذا العمل جميل الكبير جدا لمصلحه بلد عظيم مثل المملكه العربيه السعوديه كاعظم دوله في العالم، نقولها بكل فخر وبملء الفم، ولا نجامل بلادنا، هذه حقيقتنا الان. ابو اميره في الجانب الفني اعرف انك انت تحب دائما الاشياء اللي تفرزها مثل هذه البطولات، اقول لك اليوم الفاريز بسن 23 سنه عنده كاس عالم، عنده بريمير ليج، عنده كاس اتحاد، عنده كاس سوبر، عنده دوري الابطال، كاس العالم للانديه. ما شاء الله تبارك الله، ما انا عليه بارده ما خلى شيء يعني. عندنا 23 يقولون لسه صغير، ما يعني صغير اي حبيبي لسه صغير، والله استنوا والله. للاسف يعني هذه النظره اللي بنغيرها احنا، يعني حتى احنا الاخوان يمكن في مره انا يمكن في احد الشهور اعطوا فراس البريكان جائزه الشهر، كاتبين اللاعب الواعد فراس البريكان. كم عمر فراس البريكان؟ 24. كيف لاعب واعد خلاص ما شاء الله تبارك الله، كم سنه في المنتخب؟ 24، هذا 23 ختم كل البطولات ما شاء الله، في سواء على مستوى كاس عالم جاب وبطولات كلها مع مانشستر، ما خلى شيء ما شاء الله تبارك الله. يعني كلمه هذه ثقافه لنا بالتاكيد. سؤالك رائع وفكرتك رائع ان نتكلم عن هذا اللاعب، انه ما في، بالعكس اللاعب 18-19 سنه هذا من هنا نبدا نقول واعد اوكي، 20 سنه خلاص، 21 سنه 23. لازم يعطينا، لازم اتكلم على اقصد في العموم انه بعد 20-21 سنه اللاعب خلاص يبدا يظهر، ويبدا اللاعب الموهوب، اللاعب اللي تقدر تعتمد عليه يبدا يظهر ويبدا يلعب ويبدا ينطلق. عشان كذا شوف دائما في فكره في الانديه، بالنسبه للانديه اللاعبين المستهلكين خلاص فكروا لاعب طلع ناشئ، ترى حيضرب معاك سنه شويه شهور اللي تلقاه مكسر الدنيا، بدل ما تلعب لاعب منتهي على اساس انه خبره وما ادراك ما خبره، خلاص لاعب منتهي خلاص اللي بعده يجي وياخذ دوره. اللاعب الكبير الان هو بدا صغير ولا بدا كبير؟ بدا صغير بالتاكيد. هذه كلمه ايضا خلينا نكمل بس ابو نوره، الفريق البرازيلي اليوم صحيح بطل امريكا اللاتينيه، لكن تيجي تشوف يعني واحد فاعل الفريق على الكره البرازيليه، يعني اللي حادث الان ترتيبهم الخامس السادس في تصفيات كاس العالم كمنتخبات، الان فريق مثل هذا 8 لاعبين أو 7 لاعبين فوق 35 37 38 40. البرازيل المواهب، العالم كله يبحث عن المواهب في البرازيل، انت جايب لي فريق معظم اللاعبين حيعتزلوا بعد البطوله يلعبوا كلهم كمجموعه واحده، هذه صراحه يعني عيب في كره القدم البرازيليه. الكرة القدم البرازيلية بحاجة إلى غربلة شاملة، بدليل أنهم يبحثوا عن مدرب مثل أنشلوتي، وهذا مدرب فلومينيسي ترى هو مدرب منتخب البرازيل، وقت التوقفات يروح يدرب منتخب البرازيل ويرجع يدرب فلومينيسي. فالكرة البرازيلية بحاجة إلى اللحاق بها بأفكار جديدة، لأنه هم ماشيين في الطريق الخطأ،
وانا وكثير مننا عشاق الكره، تربينا على كره القدم البرازيليه الجميله. جميل. ابو فيصل باخذك في الجانب التنظيمي من الفيفا، يعني خلينا نقول لما طلعت الرولز بدايه البطوله كان في يعني شويه مضايقه، التيفو ممنوع، ببدا من الجماهير، التيفو ممنوع، التنظيمات المدرجات مختلفه عن التنظيم المحلي وحتى على مستوى التنظيم القاري. بعد ما انتهت البطوله وشفنا 52 الف في كل مباراه واكثر، تقييمك للتجربه، هل من الممكن ان تعمم مثل هذه المعايير فيما في القادم على مستوى المسابقات المحليه، ولا لا والله الوضع هنا في الفيفا مختلف، خلونا كل واحد له ثقافته؟ اشوفه عاده ترى يعني احنا من اتباع الاتحاد القاري، فدائما انت تتحدث انه يعني الاتحادات الاهليه دائما تتبع مثلا معايير الاتحاد القاري. اي يعني مثلا اتحاد محلي في اسيا يطبق معايير الاتحاد الآسيا، وفي معايير إلزامية وفي معايير اختيارية، لكنه يعني نموذج يقدمه الاتحاد الآسيوي. مثل ما قلت أنت يمكن في مقدمتك أنه الفيفا لا، معايير وفي له معايير خاصة مختلفة تماما واشتراطات مختلفة تماما حتى عن الاتحادات القارية كلها حقيقة في بطولاتها، واللي يمكن حضر كؤوس العالم يعرف هالشيء، واللي شفناه في جدة ايضا يبين هالشيء. يعني في اشتراطات كثيره داخل الملعب وخارج الملعب، لا من فعاليات خارجيه لا من اشياء مثل ما قلت داخل الملعب، معايير مختلفه. انا اعتقد انها تجربه رائعه جدا لنا، انك مثل معايير الفيفا والهالبطولات الرسميه اللي تحت مظله الاتحاد الدولي لكره القدم انها تكون مقامه في السعوديه، هذا شيء جميل جدا بالنسبه للجمهور، تجربه رائعه، تجربه عالميه، تجربه فريده للي حتى ما تمكن انه يحضر مباريات خارجية أنها هي موجودة بها المعايير. أيضا تجربة للإعلاميين السعوديين، تجربة حتى للسعوديين العاملين يمكن حتى في الدوري السعودي، في رابط الدوري المحترفين وفي اتحاد القدم، وإحنا نعرف أنهم كانوا جنود مجهولين داخل يعني الميدان وزارة كلها حتى. أي فهذه تجربة أنا أعتقد أنها رائعة جدا وتجربة جميلة جدا، أنك أيضا يعني تشوف المعايير الأخرى المختلفة. يعني شوف احنا على مستوى التنظيم يمكن المحلي متفوقين جدا، لانه قلت لك انه نطبق يعني اعلى معايير الاتحاد الاسيوي على الاقل، اللي هو المعايير الاسيويه. حتى لما تقام البطولات الاسيويه هنا تجد ما في فرق، وتجد يعني مثل ما قال عرفت العاملين المنظمين يعني حتى للدوري السعودي او في اتحاد الكره مثل ما قال حافظين كل شيء، يعني ما في ابدا اي شيء تقريبا، ما في جديد، ما في اجتهادات، ما في اجتهادات، وهو نفس اللي هنا قاعد يطبق اساسا انت شغال عليه يعني من سنين. لكن لما تجيك تجربه مختلفه مثل هالتجربه راح تضيف كثير للمنظمين اللي ينتظرهم يعني بطولات مقبله كثيره، واللي حتى مثل هالتجارب المختلفه راح تفيدهم في عملهم، انك مجرد انك مطلع هذه راح تفيدك في عملك. يمكن في الجانب الاعلامي بس لك عن تصريح رئيس الاتحاد الدولي اليوم قبل بدايه المباراه حينما يقول بان هذه البطوله تعتبر من الاشياء نقول من الاحلام، من البطولات الناجحه، من البطولات اللي ابهرت، الوقوف على مستوى الامكانيات. انا يعني حديثه حتى عن مستوى التطوير بانه يعني لديه خبر عن هذا الامر، وان السعوديه قادمه في هذا المجال، لا على مستوى البنية التحتية أو حتى على مستوى الكوادر. انعكاس هذا التصريح عالميا، هذا أمر مهم جدا. أنت بس مو بس الحديث الرسمية وحديث يمكن رئيس الاتحاد الدولي اللي هو مطلع يمكن على كثير من الأشياء، وله حتى زيارات عديدة، ويمكن الآن مطلع حتى يمكن كتجربة يعني على الأرض، ويعرف أيضا حتى يمكن عن الخطوات مستقبل. المستقبلية للرياضة السعودية بحكم يمكن حتى الملف السعودي المقدم لتنظيم نهائيات كأس العالم 2034. لكن التجربة يمكن اللي قبل شوي يمكن كانت هي وبراكان كان يحكي عن موضوع الجماهير واللي موجودة في الكورنيش، انت تتكلم ترى شوف الجماهير البرازيلية اللي موجودة امس واللي قاعدين نشوفهم في وسط البلد وتشوفهم في الملعب وتشوفهم في الفعاليات وفي منطقة الفيفا خارج الملعب، ترى كل دول راح يعكسون لك أشياء كثيرة جدا عن الرياضة السعودية، راح يكونون سفراء لك في أي محفل قادم، أنك مثلا حتى عند تنظيم يعني بطولات
مقبله وبطولات كبرى. احنا رحنا وشفنا وحضرنا كؤوس عالم مثلا كثير تفرق، وحضرنا بطولات كثير تفرق معك. لما تيجي تقول لك مثلا والله كاس العالم في المانيا كان لا التنظيم مختلف والله عن كاس العالم مثلا الاخرى، لا لما كانت البطوله في المكان الفلاني، حتى في البطولات الاوروبيه والاوروبيين يعني يمكن احنا نعرف انهم دقيقين، لكن في بعض الاشياء الخاصه بالبلد هي اللي تخلي البطولة تفرق من كثير. خلني أسمي بعض الأمور، يعني أولاً ثقافة الشعب تقبل الآخر، أتكلم عن الجانب الحمد لله تمتع فيه الجانب الأمني، أنت ممكن الساعة 2 3 في الليل زي 2 الخدمات الموجودة أشياء كثير، إيه يعني أشياء كثير ترى خارج الملعب تهم الجمهور، وأعتقد أنه هذه إن شاء الله أنا اليوم قاعد أشوف واحد في برازيلي حاضر مباراة الثالث والرابع، ومن الكلام أنه مجهز نفسه حيحضر النهائي، هو برازيلي يعني بسرعة أنا أخلص من هنا وحروح هنا يعني مرتب أموره. هذه برضو شفت المسألة المواصلات يعني أمر مهم جدا، وهذا مثل ما قلت لك في تفاصيل ترى ما يعرفها إلا اللي مثلا جرب مثلا العديد من البطولات تلقاه يأخذ انطباع تام عن البلد عموما، تام عن الملاعب الرياضية، عن الإجراءات في هالبلد، وهي نفس البطولة أقيمت في هالبلد وأقيمت في هالبلد يعني تمام. أنا أتذكر أكثر من نهائي مثلا في الشامبيونزليج حضرناه يعني في لشبونة وفي ميلان وفي لندن وفي برلين، كلها تجارب كانت مختلفة وهي نفس المعايير. أوكي داخل الملعب أنت تجي كجمهور أو كإعلامي أو كذا تجي نفس تقريبا المعايير يعني وكيف تدخل وكيف مدري إيش والتجربة والاشتراطات، لكن الخدمات اللوجستية لهذه أيوة هنا يعني اللي تفرق معك مثل ما قلت أنا يعني قديش أقدر أوصل مثلا للملعب أتنقل بسهولة، الخدمات كل شيء موجود بالقرب منك، الأمن، كثير أشياء مثل ما قلت تقبل الناس لك يعني أنك تقدر تعيش تجربة يعني تعيش تجربة رائعة. أنا أتوقع يعني جدة كلها كانها عندها عرس يعني مستضيفين الناس كلهم عندهم مناسبة أبد، بس أنت يعني جاي للبطولة حتجد شيء. أختم بس هالجانب يعني من المنظور الإعلامي اليوم إحنا عندنا مشروع سعودي فيه أعتقد كثير من القنوات تستهدف اليوم على مستوى تصدير هذا المنتج لها. اليوم جونا ناس مختلفين شريحة مختلفة تتابع دائما بطولات الفيفا، بعد ما يشوفون هل تتوقع أنه هينعكس على البطولة المحلية؟ حنشوف في الدوري زيادة على مستوى القنوات، زيادة على مستوى الأسماء في التغطيات. شوف هي ترى على فكرة علاقة طردية وحنا شفناها يمكن حتى الجمهور موجود، يمكن المشروع السعودي الضخم جدا اللي بدأ الموسم هذا هو اللي بالعكس جوك الناس هم عارفين أشياء كثيرة والله من برا الجماهير اللي جاي البرازيلية كلهم عارفين نيمار وعارفين مدريش، لدرجة أنه شفت يمكن لقاءات مع جماهير يمكن عديدة قاعدين يقول لك نحن نشجع الفريق الفلاني ونشجع الفريق الفلاني عشان نيمار مالكم مدري مين تاليسكا العديد من الأسماء البرازيلية حتى الأسطورة الكبيرة رونالدو بنزيما العديد من الأسماء، فأنت اساسا هم جايين يمكن بإرث وبخلفيه كذا، لكن تخيل ايضا يمكن المساله اللي جايين كانوا للبطوله العالميه وشافوا هالاجراءات السهله. انا متاكد ان المشجع مثلا البرازيلي اللي جاء عاشق هو بالتاكيد للفريق البرازيلي في هالبطوله ممكن يروح وراه مثل ما قالوا في ادغال افريقيا حتى يعني ما عنده مشكله في اي بلد في اي مكان، لكن لما يعيش التجربة الرائعة لا هو ممكن يجي يفكر في زيارة حتى السعودية إني أحضر مباراة نصر وهلال أجي أستمتع أشوف مثلا والله رونالدو وأشوف مثلا نيمار وأشوف اللاعبين حتى البرازيل اللي هو يعرفهم اللاعبين العالميين اللي موجودين شاف والله مسألة اللي هو الحصول على التأشيرة أمر سهل، شاف مسألة الحفاوة والاستقبال، شاف مثلا الزيارة والتجربة كانت تجربة جميلة، الخدمات كل هالأشياء، فهذه بالعكس يعني أنا أعتقد أنها علاقة يعني مثل ما قالوا عكسية راح تفيدنا وتخدمنا كثير مثل هالبطولة حتى على الجانب المحلي على الجانب الإعلامي يعني وعلى الجانب هذا. أنا أسمع يعني أنه العديد يمكن مو بالعديد يمكن غالبية يمكن الإعلاميين اللي حاضرين للبطولة أكملوا ليحضروا يمكن عدد من جولات الدوري السعودي خاصة الأيام ذي ومباراة النصر والاتحاد يعني. إيه ومباراة النصر والاتحاد تحديدا اللي هي بعثاثية. عموما مرحبا بالجميع في مثل هذه المناسبات. انتهت كرة القدم، لدينا مناسبات أخرى في الملاكمة في السيارات في البطولات الكبرى في التنس في الجولف، كل هذه البطولات السعودية تحتضنها في قادم الأيام فيما يخص الرياضة، لذلك مرحبا بالجميع. مباركة مرة أخرى لفريق العمل اللي كان قائم على هذه البطولة سواء كان في وزارة الرياضة أو حتى في الاتحاد السعودي أو في كل الجهات المعنية
الحكومية في أمارة منطقة مكة المكرمة. شكر وتقدير لكل المتطوعين. هذه الثقافة تنتشر بسرعة، تنتشر انتشار كبير، تحقق أرقامها المستهدفة وفق الرؤية، وكذلك تتجاوز هذه المستهدفات، لأن ثقافة منبعها المجتمع، وإنما ما حدث عليها أن طورت وكفل النظام بتوثيق مثل هذه المناشط التطوعية. مبروك للجميع. فاصل ثم نكمل، تكرموا بالبقاء معنا. برباعية، مانشستر سيتي الإنجليزي يتوج بلقب كأس العالم للأندية 2023 لأول مرة في تاريخه على حساب فلومينينزي البرازيلي للمرة الرابعة في مونديال الأندية. الأهلي المصري يحقق الميدالية البرونزية بعد الانتصار على أوراوا ريدز الياباني. غداً العالم يترقب نزال اليوم الحاسم لأشهر أبطال الملاكمة العالميين في منطقة كينغدوم أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض بدعم جماهيره. النصر يتخطى عقبة الاتفاق، ورونالدو يواصل صدارته للهدافين. وسط تألق البريكان وماكسيمان، الأهلي يؤكد تطور مستواه ويأخذ نصيبه من الحزم برباعية نظيفة. في انتصار تاريخي للأخدود، الشباب يستمر في تحقيق النتائج السلبية، وجماهيره تنتظر تعديل المسار في الفترة الشتوية. الجولة 18 من الدوري الأقوى تتواصل مساء الغد. التعاون يستضيف الفتح في بريدة، والاتحاد العائد من المونديال يلتقي الرائد في الشرائع. حياكم متابعينا في الجزء الثاني من البرنامج. الحديث يستمر رفقة نجوم كرة في هذا المساء، أحمد مجد عيد الثقيل في الرياض، وطارق كيال من جدة، حاتم خيامي من مكة. ونتوقف عند أولى المباريات اليوم، ثلاث مباريات في دوري روشن أقيمت في ذات التوقيت 6 مساء من الأول بارك. أكمل النصر ملاحقته للهلال في الدوري بثلاثية في مرمى الاتفاق. تفاصيله في التقرير القادم. تغلب النصر على الاتفاق بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن مباريات المرحلة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين. الدقيقة الأولى تشهد إصابة أحمد الغامدي بعد احتكاك مع علي لاجامي، ومعها يضطر مدرب الاتفاق لإجراء تغيير اضطراري بدخول حامد الغامدي. كريستيانو رونالدو ينفذ خطأ في الجهة اليسرى بتسديدة قوية يبعدها باولو فيكتور. وكاد ساديو ماني أن يفتتح التسجيل قبل انقضاء الربع ساعة الأولى، إلا أنه لم يستثمر كرة أوتافيو كما يجب وسدد لخارج المرمى. أفضلية نصراوية وضغط هجومي عرضية من سلطان الغنام ورأسية من رونالدو يتصدى لها باولو فيكتور على دفعته، وعرضية أخرى من تيليس يعالجها تاليسكا بيسرى وباولو فيكتور في المكان والتوقيت المناسب. ونتيجة لأفضلية أصحاب الأرض، يتمكن أليكس تيليس من زيارة الشباك الاتفاقية بيسارية من خارج 18. الهدف حاول النصر إضافة هدف آخر في الوقت بدل الضائع، لكن كرة تاليسكا انتهت لمصلحة الحارس باولو فيكتور. ورغم الأفضلية التي كان عليها النصر بداية الشوط الثاني، إلا أن أول الكرات الخطرة حضرت من الجانب الاتفاقي عبر عرضية من موسى ديمبلي أمام المرمى لم يستثمرها الهجوم الاتفاقي، وأخرى من عبدالله الخطيب بتسديدة انتهت في الشباك الجانبية.
ومن خطأ دفاعي يقطع بروزوفيتش الكرة ولعبة متبادلة مع رونالدو تنتهي لبروزوفيتش يعالجها في الشباك هدفا نصراويا ثانيا. ويمر خلالك وقد ينتهي بك أيضا بروزو يسجل أول أهداف. يستمر النصر بالضغط وماني يمنح رونالدو أكثر من كرة لم يستثمرها الأخير كما يجب، فانتهت الأولى بين أحضان باولو فيكتور والأخرى اعتلت العارضة. ومن هجمة قادها ساديو ماني في الجهة اليسرى ويتجاوز المدافع محمد عبد الرحمن الذي لمست الكرة يده ليحتسب الحكم ضربة جزاء للنصر. يتقدم رونالدو ويسدد على يمين باولو فيكتور هدفا ثالثا للنصر. ينتهي العام يحاول الاتفاق العودة للمباراة والبديل محمد الكويكبي يسدد يسارية تنتهي بين أحضان نواف العقل. ومن كرة عرضية من فينالدو يتمكن الكويكبي من تسجيل هدف الاتفاق الوحيد. والاتفاق يقلص الفارق والاتفاق يسجل عن طريق من يسجل وعن طريقه دائما. تستمر المحاولات الاتفاقية بعد الهدف ومعها أهدر جاك هيري كرة أمام المرمى لم يستثمرها بالشكل المطلوب، ليطلق بعد ذلك حكم المباراة خالد الطريس صافرته معلنا نهايتها بفوز النصر وبلوغه النقطة 40 في وصفة الترتيب، بينما بقي الاتفاق على نقاطه 24 في المركز الثامن. مبروك للنصر، هارد لك للاتفاق كابتن. يعني هدف جميل، قد يكون ساديو ماني لم يسجل لكنه الأروع الحقيقة على مستوى الأداء في المباراة. طبعا مبروك لنادي النصر، مكسب مهم جدا بالنسبة له عشان يفضل في المنافسة مع نادي الهلال، عشان يبقى فيه حتى في تقارب ويفضل الهلال مضغوط على الدوري هو والنصر. ولكن عاوز اشجع برضو جمهور النهارده النصر، بصراحه التيفو حلو قوي، شكله حلو قوي، والاجواء في الملعب تخلي اي حد يلعب بصراحه، فده مكسب مهم جدا للنصر. لكن فنيا في لعب بين الاثنين مدربين كان حلو، ملعب اللعب كان حلو. يعني النهارده شوف جيرارد بقاله فتره كبيره ما بيكسبش، عنده مشاكل، ورجوع ديمبلي بالنسبه له النهارده تقدر تفهم ليه ديمبلي كان عامل مشاكل في فريق الاتفاق. النهارده جيرارد اختار ان الفتره اللي فاتت كان بيلعب ب 3 4 3 او 3 5 2، النهارده اختار لعب ب 4 ورا وعمل الزياده بدل ما يعملها ورا 5 عملها في وسط الملعب، ودي نقطه مهمه جدا لانه عارف النصر قوته الكبيره جدا، او اي فرقه كبيره بتلعب كوره محترمه قوه هجوميه ودفاعيه لازم يكون وسط ملعبها قوي، فعاوز يعمل زياده يعني يشيل السبب قبل ما يجي المشكله بعد كده، يعني ما يشيلش المشكله بعد كده، يشيل السبب اللي موجود في المشكله. 25 دقيقة 30 دقيقة عملها كويس جدا جدا، لعب 25 متر، قفل اللعب بين الخطوط، كان النصر بيعاني في خلق الفرص، فرص قليلة لو لاحظت في الشوط الأولاني فرص قليلة. ولكن أنت لما تيجي تعمل جيم بلان يا أستاذ عبد الله لازم تحط هتعمل إيه بعد ما تدافع. هو بيعمل إيه؟ بيحط الكرة عند ديمبلي ومالوش دعوة بالموضوع، ديمبلي معاك ربنا. استلم الكرة خد فاولات، وقت من الأوقات خد فاولات عشان يوقف ضغط النصر ويبدأ يطلعوا هم لقدام. لكن كم مره يوقف الكره ديمبلي ويعمل فاول؟ انت محتاج تعمل تحولات هجوميه عشان تضايق النصر. انت اوريدي بتدي الكره لديمبلي، كم مره شفت كم لعيب موجود مع ديمبلي، هندرسون ولا فاينالدوم ولا اي حد من اللعيبه اللي موجوده في وسط الملعب ولا هزازي، اي حد، ما كانش في حد خالص، كل ديمبلي لوحده يستلم الكره يحاول ياخد في المساحات الفاضيه، فما عرفش ياخد الجيم بلان بتاعه للحته الثانيه. هو دافع كويس 25 دقيقه
مع بعد كده اخر 10 دقائق بدا النصر يفرض الاسلوب بتاعه ويقدر يوصل للجول بهدف تريس، طبعا هدف عالمي، هدف مش اي حد يعرف يجيبه، لمسه واحده زي الكرباك كده، احنا بنقول عليها كرباك في لغه كره القدم. الشوط الثاني بقى ده شوط المدرب، يعني من وجهه نظري الشخصيه ان كاسترو ساب اللعيبه في الشوط الاولاني يتعاملوا مع الوضع اللي فاجئوا بيه جيرارد. الشوط الثاني لا، الموضوع اختلف، مع ان اول 10 دقائق ربع ساعه تحولات بتاعه جيرارد في الشوط الثاني بالذات كان فيها مشكله بالنسبه لنادي النصر. ديمبلي خد واحده اتنين وعدى، وكان ممكن يقدر يجيب جول، يعني لو حطها بالعرض كويس ومشيت صح كان ممكن يقدر يجيب منها جول وبعد كده. لكن بعد اول 10 دقائق النصر اتحكم تحكم كبير جدا في الماتش. ليه؟ لان الاتفاق بدا يطلع لقدام شويه، بدا ياخد دفاع متقدم. فانت النصر عمل ايه؟ بنزل بروزوفيتش وفوفانا ويسيب الباكين بتوعه يخرجوا لقدام، ودخل تاليسكا وساديو ماني جوه العمق. فانت اكنك بتبدا بيلد اب باربع لعيبه وتحط خمس لعيبه او ست لعيبه ورا الخطوط، فباص في الثاني، فالمساحات ما بتوسع بيعرف يضرب الخطوط. لو لاحظت الشوط الثاني كله ضرب خطوط، باص بخط اوتافيو لساديو ماني، فبدا خط الضغط الاول والثاني بالنسبه للاتفاق ضاع، فبدا الاتفاق دايما يبقى هو خط الاخير بالنسبه للمدافعين. فعمل فرص كتير جدا النهارده كريستيانو رونالدو، مضيع 2 3 جوه الجون مع الفرص مع تاليسكا مع ساديو ماني، النهارده كان فايق جدا جدا جدا. ولكن عندي برضو نقطه مهمه جدا عشان اتكلمنا فيها جدا مع كاسترو، ان اول تغيير ده في الدقيقه 78. النهارده عندك ماتش، النهارده 3-0، عندك ماتش مع اتحاد جده يوم الثلاث، مع الاتحاد يعني يوم الثلاث، فانت اوريدي عندك لعيبه وبتلعب بسيستم جري كتير، لا جري كتير والضغط شرس ومساحات كبيره بيشتغلوا فيها ومساحات ضيقه، فالريتم بقى عالي، فانت محتاج تريح لعيبتك بعد 3-0، ريح 3 4 لعيبه، مش ايه المشكله؟ ليه الدقيقه 78؟ بعد ما بدا يغير شويه الاتفاق طبيعي فتح المباراه وقدر يعني راح بجون بكوره جابها جون وعرف يوصل للنادي النصر دفاع نادي النصر. لكن انا كان نفسي يطلع النصر بكلين شيت ونف نفس الوقت يبدا يغير بدري. وفيصل، يمكن الاتفاق عنده حاجتين، إرث في كرة القدم السعودية، مدرب أيضا اسم كبير. بعد بداية مبشرة اليوم الرتم بدأ ينزل، ما أصبح قدام المحبين الانتظار الشتوية، قد يكون المدرب يطلب بعض الأسماء أو يبغى يغير في بعض الأسماء، لكن مو هذا اللي ينتظر الاتفاقيين من جيرارد. شوف، أنا أعتقد الاتفاق يمكن هو يمكن افضل اختياراته الاجنبيه في تاريخ الاتفاق في دوري المحترفين كانت الاختيارات السنه دي، بعيدا عن قيمه الاسماء من الناحيه الفنيه، حتى يمكن على مستوى الاختيار او القيمه والوضع الفني واحتياجات الفريق. مثل ما قلت الاتفاق بدا بدايه جيده، بدايه اعتقد انها كانت رائعه، لكن يعني الايام والجولات اثبتت انه لا يمكن ان يستمر على هالحال. يعني الفريق لا يستطيع المنافسة حتى وإن تغير الاتفاق، لا يستطيع المنافسة، لا يستطيع الاستمرارية. أنا من وجهة نظري أيضا أنه جيرارد يمكن افتقد للمنهجية في يمكن قراءته حتى للدوري، حتى عند يعني بداية المباريات، وممكن هذه الأشياء يقدر فعلا يعالجها في الشتوية. من ضمن أبرز الأشياء هي مسألة أنه أنت في الدوري وش حتعمل عليه؟ يعني تشوف التعاون مثلا، تشوف عنده مثلا في منهجية حتى لما يلعب مع الفرق الكبيرة جدا، في مسألة التحولات عنده مسألة خطيرة، عنده الأسلحة اللي موجودة تساعده في التحولات. اليوم مثل ما قال الكابتن أحمد، يعني كان على المستوى الدفاعي ممتاز جدا في أول نصف ساعة قبل يجي الهدف النصراوي، لكن ابدا ما في اي شيء على المستوى الهجومي، ما في ابدا اي تحولات هجوميه يعني قد تهدد النصر، وهذا يمكن حتى اللي ساعد النصر انه يضغط يمكن بشكل كامل، لانه يعني عارف انه ما فيه يمكن ما في ذيك التحولات المقلقه اللي ممكن حتى انها يعني توقف من تقدم النصر او تخليه اكثر حذر. يعني لابد انه يمكن هالمنهجيه يمكن تتغير عند الاتفاقيين. اعتقد انه بتغيير يمكن اسم، لا يعني الاتفاق مو بحاجه لتغيير يمكن الفريق كامل، وقلت لك ما في قدره على المنافسه، يعني انت تحتاج يمكن الى فريقين عشان تنافس، وهذا يعني شيء صعب جدا على الاتفاق الحالي. الاتفاق يعني بالكثير يعني زين يلاقي مثلا 11
لاعب مميزين داخل الملعب، مو بيلاقي مثلا دكة احتياط قوية، لكن لما يكون عندك على الأقل الأسلحة اللي تخدمك على الأقل أمام الفرق الكبيرة جدا، أسلحة تساعدك مثلا في التحولات الهجومية، أسلحة تساعدك يعني فعلا في أنك تلعب بأكثر من تكتيك، تستطيع تغيير يمكن تكتيكك في بعض المباريات، راح نشوف الاتفاق بشكل يعني أفضل في الدوري، وقد يقدم نفس المستويات اللي قدمها في بداية الجولات. مباراة شهدت إصابة كابتن أحمد الغامدي، وأيضا بيان من إدارة النادي ببيان طبي بأن اللاعب سليم من إصابة الرأس، نتمنى له الشفاء إن شاء الله. براكان، خلني أقول لك اليوم دور جلي أو مثال واضح ممكن تأخذه وتقول لكل الجماهير، إذا أنت حاب تغير من شكل الفريق تحضر بهذا الشكل، تدعم اللاعبين بهذا الشكل، فكرة أن يكون هناك تيفو للاعب، شفنا أثرها على ساديو ماني، حتى رغبته في أن كل كرة ممكن يستثمرها هجوم فريقه حتى يرد التحية للجماهير اليوم في المباراة. شوف الجماهير روح الفريق، يعني يعتبر الفريق، يعني أنت اللاعب لما يكون ملعب ما في جماهير ما بيعطي، ما عنده يعني ما في الحماس ذاك اللي بيعطي فيه، يعتبرها يعني كانوا تمرين. لكن من حضور الجماهير وتشجيع اللاعبين ونعم كيفه، خلي اللاعب يعطي أكثر ما يمكن يعطيه، يعني ما يعطي 100% يعطي 110%, 120%, 130% من مجهوده، على أساس إنه يكون متحمس مع حضور الجماهير ورغبة الجماهير، والجماهير تساعد اللاعب على الإبداع. وأكيد أكيد يعني الجماهير كرة القدم تعتبر الجماهير فيها هي الأساس في عملية إبداع اللاعب في أرضية الملعب. طبعا مباراة النصر الحقيقة قدم مباراة قوية ضد الاتفاق. الاتفاق ما هو هذا الاتفاق اللي بدأ الموسم فيه. اللي استغربت منه إنه التصريح المدرب جيراد قال إنه ما عنده لاعب هجومي مؤثر، يعني لما صحيح لما غاب موسى أثر الفاعلية الهجومية في الاتفاق، ولكن عنده اجتماعات مع الإدارة وحيجلس خلال الفترة هذه باستقطاب ودخول السوق بقوة وإحضار لاعبين. طبعا أنت يا جيران حضرت من الأساس مع من بداية الموسم في الفترة الصيفية، وأنت حضرت الظاهر وحضرت اللاعب اللي أنت اخترتهم، تقول لازم في عناصر نغيرها. إذا يعني دائما الاختيار يجب أن يكون مدروس في الصيفية، لأنه الصيفية سوقها مفتوح، لكن الشتوية عملية إصلاحية فقط وليس تغيير بعض العناصر. فالاتفاق إذا كان حيغير أكثر من عنصر أوكي قد ينجح واحد اثنين، لكن الكثرة ما هي متوفرة، أو اللعيبة المرغوب فيهم ما هيكون متوفرين زي ما يكون في فترة الصيفية. فأغلب المدربين طالعين الآن اللي يسامحهم في مؤتمراتهم الصحفية نحن هنغير ونحن لازم نجيب فاعلية هجومية، ولازم نحن هنجيب لعيبة يعني حق الحزم حق الشباب حق الاتفاق. كل مؤتمر صحفي اليوم كله طلب يعني عشان قربت فترة الشتوية كلهم كل حيغير. فعملية الاختيارات الأولية هل هي كانت إدارية ما كانت عن طريق المدربين؟ أكيد في بعض المدربين جوا بعد الفترة تغيروا، وكل مدرب يجي يقول لك هذه العناصر ما تنفع أبغى عناصر جديدة، وهذه مشكلة تغيير المدربين. عشان كده يجب النادي يتوفق أول في اختيار المدرب قبل ما يتوفق في اختيار اللاعب، لأنه المدرب لما يجي يبغى تركيبه يبغى لعيبه معينين يكون مشاركته جميل في احضار اللاعب. اما يروح مدرب يجي مدرب ثاني يقول لعيب هذول ما ينفع يبغى لعيب، هذه الشغله التغيير هي اللي تسبب ارباك للانديه. ابو امير اخيرا باخذك اجمالا على مستوى نادي النصر اليوم، مثلا تلس ساديو ماني نجوم لكن يغيب تلسكا، مباريات اخرى تلسكا نجم يغيب ساديو ماني. سؤال المشجع النصراوي، متى يشوف هالمجموعة دي كلها نجوم؟ متى يظهرون كلهم برتم واحد؟ والله طبعا أي فريق في العالم يتمنى كل فريق يكون في مباراة في معظم المباريات في المستوى العالي،
ولكن هذا نادر أن يحدث، يعني أنه كل الفريق يكون في مستوى عالي في مباراة واحدة أو في مباريات متتالية. لكن الجميل أنه إذا غاب نجم حضر البقية، غاب نجم حضر البقية، وهذا هذا هذا الأهم، مش ما يكون في غياب كلي كبعض الفرق. والآن حنعطي أمثلة، يعني الاتفاق مثلا، لكن النصر اليوم فعلا اللاعبين مثلا زي تيلس، حديث عنه كثير كان في السال أنه لاعب عادي ما قدم شيء، بدأ يتفاعل، بدأ شفنا هدف في الوحدة من كرة ثابتة، اليوم هدف عالمي بصراحة. ترجع هنا طبعا الجهاز الفني والإداري، لكن اليوم الجمهور النصراوي صراحة كما ذكرت يا بنورة بصراحة برافو برافو، تيفو أكثر من رائع، التشجيع كان أكثر من رائع، شكل الملعب، الأعلام، الدخان كان مبهر بالتأكيد، وحفز اللاعبين وبيحفز اللاعبين أكثر. ساديو ماني أيضا كان قبل فترة هبط مستوى فترة، بدأ يرجع من مباريتين، والآن واليوم ما شاء الله تعرف أنه يعني مبسوط الكعب اليوم لما عمل الكنترول ورحب بالكورة، والكورة طبعا اللي جاء منها ضربة الجزاء واضح جدا أنه ارتاح الجمهور. شوف الأهم شيء في اللاعب الثقة، منح اللاعب الثقة من الجهاز الفني الإداري وقبل ذلك الجمهور. اللاعب لما يشعر بحب الجمهور، ثقة الجمهور فيه، يعطي أكثر، خاصة إن كان ملاعب يملك. وهذا اللي حصل بيحصل الآن من الجمهور النصراوي مع لاعبيه، وهذا المفروض. وكنا نتحدث عن عبد الله المالكي فترة، حدثت مناوشات بينه وبين الجمهور، كان في خطأ منه وخطأ من بعض الجماهير عبر السوشيال ميديا، بدأت ترجع العلاقة. شوف عبد الله ما شاء الله صحيح غايب للإصابة، لكن عاد لمستواه كثيرا. مباراة اليوم النصر حقيقة لازال يعني كل الفرق، يمكن مباراة الهلال طبعا تفوق عليه الهلال، لكن كل المباريات الأخرى كان متفوق، كان متجلي، كان بيبسط سيطرته. ممكن أول نص ساعة كما ذكر كابتن مجدي صحيح شفنا الاتفاق، قلنا الاتفاق اليوم في تنظيم أفضل، سرعان ما عاد الفريق لشكله في أغلب المباريات، تنوع الهجمات، التسجيل عنده مصادر كثيرة للتسجيل الفريق النصراوي، وهذا اللي حدث اليوم. والجميل نبغى الاستمرار المنافسة بين الهلال والنصر حتى نستمتع اكثر في الدوري. يعني هذه المباراه في الدور الاول خسرها النصر، طبعا كان السبب معروف، بدايه رائعه للنصر، اليوم فاز في هذه المباراه نفسها اللي خسرها في الدور الاول. الاتفاق اللغز هنا الحديث عن جيرارد، اول 6-7 مباريات جيرارد مدرب ممتاز والفريق له شكل، الان الحديث انه جيرارد مدرب مش مدرب سيء، في شيء غامض لا يعلم الاداره الاتفاقيه. اعطيك مثل، معظم اللاعبين في هبوط في المستوى، هذا هندرسون، هذا فينالدو، ما تشعر انهم في الملعب ابدا. قلب الدفاع طبعا هاندري يمكن شايف هو يتحمل خط الدفاع كامل، اظهرت الاتفاق حتى الاتفاق مميز عنده مشكله في الاظهره، يغير كل مباراه يغير الاظهره، حتى في المباراه يغير الاظهره، هذا طبعا مشكله كبيره. بالنسبه للاعبين الاجانب التغيير بالتاكيد في كوايسون حيكون 100%، وفي قلب الدفاع البرازيلي هم الأقل، وأظهر يحتاج أظهر سعوديين، لكن الفريق مستحيل يكون جيد جدا أو مميز وينهار. أوكي ينزل دروب، ينزل شوية زي ما حدث للتعاون شوية، لكن الانهيار هذا الاتفاق الآن في انهيار، 7-8 مباراة سجل هدفين، واليوم الثالث ما يفوز ولا في مباراة في حوالي 8 مباراة الأخيرة. جميل، هذا انهيار. هنا الوقفة إدارية، وقفة بالتأكيد فنية، لا تحط عذرك في غياب ديمبلي مثلا، غاب ديمبلي بس ما ينهار الفريق، اهو رجع ديمبلي، غاب جراي ما ينهار الفريق. اذا على الاتفاقين ان يعملوا اكثر، فرحنا بعوده الاتفاق، والان يعني بصراحه شيء يزعل وضع الاتفاق. مبروك للنصر، فوز مستحق، وهارد لك للاتفاق الذي يحتاج الى عمل كبير. فاصل قصير ثم نكمل، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم متابعينا، الأهلي يؤكد استمرارية تطور أدائه وينتصر على الحزم بأربعة أهداف مقابل لا شيء في افتتاحية الدور الثاني. تابعوا وياكم تفاصيل المباراة في التقرير القادم. نجح الأهلي في إضافة 3 نقاط جديدة لرصيده عقب أن نجح في الانتصار على مستضيفه الحزم برباعية نظيفة،
في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لحساب الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين. شوط أول بدأ هادئا بين الفريقين، ولم تحمل الربع ساعة الأولى سوى إصابة ريان الموسى الذي خرج وحل بديلا عنه محمد أبو سبعان. سنحت لفراس البريكان فرصة افتتاح التسجيل بعد أن واجه المرمى الحزماوي، لكن تسديدته تكفل القائم بإبعادها. ضغط لاعبو الأهلي سعي لزيارة الشباك الحزم، والمجحد يحاول بتسديدة تألق دحمان في التصدي لها. لم يشكل مهاجمو الحزم خطورة حقيقية على مرمى ميندي، وحاول الوصول للشباك عبر الركلات الحرة. وفي الوقت بدل الضائع الأهلاويون ينجحون في التقدم بعد عرضية متقنة من فراس البريكان ترجمها رياض محرز لهدف أهلاوي. يا سلام يا سلام يا سلام يا فراس، فراس البريكان حط الكرة على راس محرز، سجل رياض، سجل رياض، وتقدم الأهلي قبل نهاية شوط المباراة الأول، قبل النهاية. شوف البريكان، شوف إصراره، شوف قوته، شوف محاولة مر وتقدم، وعرضية مثالية. كاد ماكسيمان أن يعزز النتيجة قبل نهاية الشوط بتسديدة، نجح دحمان في التصدي لها ببراءة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد. في الشوط الثاني دخل الأهلي أكثر رغبة في تأمين النتيجة وتدوين هدف ثاني، وهو ما تحقق بعد أن توغل ماكسيمان من الجهة اليسرى وهيأ كرة لفيغا الذي أنهاها في مرمى الحزم. فرصة وفرصة للثاني، نعم، هدف أهلاوي ثاني. جابري 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 فيغا حط الثاني للأهلي، حط الثاني للأهلي. يا سلام على الأهلي. وسط الحديث عن عودة الأهلي، تهيأت لسليماني فرصة الرد سريعا وتقليص الفارق عقب أن تلقى كرة داخل المنطقة، لكن تسديدته تجاور القائم الأيمن لمندي. كان رياض محرز قريبا من زيادة الغلة بهدف ثالث، لكنه لم يحسن التصرف مع الكرة رغم مواجهته للمرمى. خرج لاعبو الحزم سعيا لتقليص الفارق، توزي ينفذ كرة حرة بشكل مميز ومندي يتألق في الإبعاد. رياض محرز يواجه مرمى الحزم مجددا، ودحمان يمنعه من التسجيل مرة أخرى ببراعة. وقبل النهاية بعشر دقائق الأهلاويون يضيفون ثالث الأهداف عبر فراس البريكان الذي ترجم عرضية ديميرال بين الدفاعات في الشباك. يا سلام يا سلام يا سلام على الأهلي، يا سلام على الأهلي. هدف جميل، ما هذا الجمال، ما هذا الأداء والإبداع، ما هذا النضج. يا إسلام، جميل اللقطة، وهدف أهلاوي ثالث. يا سلام يا فراس، هدف يعطينا انطباع على أن فراس يسجل بكل أريحية وبسهولة، لكن شوف التفاهم، شوف التناغم. وفي آخر لقطات المواجهة ديميرال يبصم على الهدف الرابع للأهلي بعد أن استغل كرة مرتدة من الحارس دحمان ليودعها المرمى الخالي، رباعية أهلاوية. لينتهي اللقاء بانتصار الأهلي بأربعة أهداف نظيفة، رفع معها رصيده للنقطة 37 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الحزم عند 12 نقطة في المركز الأخير. الأهلي سيستضيف الخليج في الجولة المقبلة، بينما سيحل الحزم ضيفا على الاتفاق. مبروك للأهلي، هارد لك للحزم. وبركان مكاسب الأهلي اليوم ليست فقط على مستوى النتيجة تسجيل الأهداف، اليوم في أسماء تعود، اليوم في هوية للفريق. استمرارية الانتصار من مباراة إلى أخرى تعزز خلني أقول ما بدأته الحقيقة أنت في بداية الموسم، لما أشدت في هذا المدرب قلت أنه لا، مدرب يأخذ فرصة ويستحق أن يعطى الفرصة لصناعة فريق جيد. أكيد، لأنه كل العناصر كانت جديدة، والانسجام يحتاج وقت، واللعيبة الأجانب بعضهم يعني أول مرة زي فيجا يحضر إلى هذه البلد، العادات والتقاليد والجو والأكل والمجتمع، إلين يخش مع الجو يخش يتعود على الطبيعة. الآن فيجا أصبح لاعب مهم جدا في خريطة النادي الأهلي، لأنه بدأ يلعب في مركز مهم جدا خلف المهاجمين، وبيعمل خطورة وبينقل لاعب من 18 ل 18، فهذا بدأ يخش في جو المباراة.
الأهلي اليوم الحقيقة الشوط الأول كان أقل شراسة في فكان الارتجال ما حصل إلا على فرصة حقت فيجا للشاتة في القايم والوقت بدل ضايع سجل منها فركان مجهود فراس بركان مجهود فردي صلح كورة عرضية لمحرز دخل البول. الشوط الثاني تغير الفريق في ضغط في هجوم في استحواذ فأصبح ضغط عالي جماعية. أنا اللي عجبني في الفترة الأخيرة آخر مباراتين أو ثلاثة ماكسيمان صلح 3 أهداف في المباراة اللي فايت أمام الفيحاء والآن صنع الهدف اليوم كمان في المباراة. فمعناته تغير أسلوب لعبه من اللعب الفردي إلى لعب جماعي وهذه كانت مهمة جدا. أصبح صانع العاب خطير جميل ماكسيمان. فالأهلي قدم الحقيقة الشوط الثاني مثالي والميزة اللي فيه إنه الأهلي خلال أكثر من مباراة الآن أصبح كلين شيت ما بيجي فيه أهداف. نعم في أخطاء بسيطة في الدفاع لكن الدفاع بدأ الآن يتأقلم وبدأ يكون عقليته استوعبوا العقلية حقت المدرب وأصبحوا يعني بيلعبوا هم والحارس ارتفعت المعنويات وأصبح كلين شيت. هذا شيء مميز إنه الفريق دائما يطلع ما يسجل فيه أهداف. كابتن أحمد من حديث بركان 5 كلين شيت بالنسبة للنادي الأهلي تحسب للمدرب يحسب أيضا على مدرب الحزم تلقي هذا كم من الأهداف. أنت يعني قد تخسر من الأهلي نعم لكن مش بكل مرة يعني أنت ما أخذ 3 في الدور الأول وتأخذ 4 الآن إيكارينيو في الدور الثاني. بص بنورة لما تيجي تتكلم على فرق كبيرة بتبص من أهم أسباب الفرق الكبيرة إن الكلين شيت والأهلي أوريدي كان عنده مشكلة كبيرة جدا في حتة استقبال الأهداف وفي نفس الوقت إحراز الأهداف. فأنا النهاردة طالع بـ5 كلين شيت وجايب آخر 5 مباريات 12 جول فده رقم كبير يعني طالع بكلين شيت وجايب يبقى اذا انت اهتميت كمدرب. وانا احيي المدربين او احب المدربين اللي عارفين المشاكل بتاعتهم ويحلوها لان في مدربين عندهم عند كبير جدا في الشغل بتاعهم يقول لك انا هاجم وافتح الملعب ويخش فيا مفيش مشكله لانك انت لو فتحت الملعب باستمرار مش هتجيب كل الفرص. النهارده انت جايب 4 اجوان والرياض محرز مثلا مضيع 3 مستريح فممكن وارد من وقت من الاوقات في ماتشات الدنيا بتقفل فانت لازم تدور رقم 1 على كلين شيت. فانا احيي ياسر بصراحه والفريق كله النهارده ما ينفعش تحسب تقول مندي هو اللي طلع بكلين شيت لا ما تحسبش كده تحسب كفريق دفاعيا قوي وفي نفس الوقت هجوميا. النهارده 3/4 الفرص اللي جت للاهلي هو خلصها ما عدا الفرص بتاعت رياض محرز. النهارده رجوع فيرمينيو النهارده رجوع ديميرال ففي مكاسب للنادي الاهلي وماشي في الاتجاه الصحيح اعتقد وده برضو يحسب لاداره النادي الاهلي صوت كتير كبير جدا ان المدرب لا لازم يمشي ما ياخدش فرصه والكلام ده كله. لكن انا احيي النادي الاهلي على 46 هدف على الحزم حتى الان رقم عالي. كارينيو منذ ان اتى ايضا استقبال الاهداف ما هو لازم بص بنقول لازم تختار الحزم اوريدي فريق بيصارع الهبوط فانت لازم تجيب له مدافع مدرب لازم تقوي الاول دفاعيا وتشتغل على التحولات. اي فريق بيشتغل او عنده مشاكل في الحته دي لانه عنده بادي موسى وعنده لعيبه كويسه في الحته المنطقه اللي قدام سليماني يقدروا يشتغلوا على التحولات كويس جدا اقسام قويه سرعات فانت دافع كويس. حتى الشوط الاول هو الاهلي جاب جون في وقت بدل ضايع لكن الشوط الثاني فتح الدنيا وعاوز يجابه الاهلي وعاوز يروح على الاهلي فالاهلي طبعا بالكواليتي الموجود عاقبه باربع اهداف. المباراة الأخيرة في هذا المساء جمعت الخدود بالشباب وانتهت لصالح الخدود بهدف مقابل لا شيء. تابعوا وياكم تقرير المباراة. خاطف الأخدود فوزا مهما على ضيفه فريق الشباب بهدف نظيف دون رد في مواجهة ضمن الجولة 18 من منافسات دوري روشا للمحترفين ليحقق بذلك فوزه الثاني على التوالي بعد انتصاره الجولة الماضية أمام الطائف. مع انطلاقة المباراة وفي ثاني دقائقها خطف الأخدود أول أهداف المباراة بعد مرتدة سريعة انطلق بها جودوين من الجهة اليمنى ليدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية في الشباك هدفاً أول لصالح فريقه. كرة الجزاء ويتمكن من تسجيلها في مرمى الليوث جاءت صعبة على كيمسون. مع
بعد ذلك وعند الدقيقة الثامنة سقط نواف داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع حارس المرمى مطالبا بركلة جزاء، لكن حكم اللقاء قرر عدم وجود خطأ بعد العودة لتقنية الفيديو. واستمرت المباراة بعد ذلك بسيطرة شبابية على الكرة لكن دون خطورة محققة، واكتفى الأخدود بالتراجع والاعتماد على الهجمات المرتدة. وفي شوط اللقاء الثاني بدأ الشباب بشكل هجومي قوي بحثا عن هدف التعادل، لكن انتهت كل الفرص أمام خط دفاع الأخدود وحارس مرمى. وزادت مشاكل الشباب بعد أن تحصل لاعبه الشاب نواف الصعدي على البطاقة الحمراء بعد تدخله على اللاعب بوركا بقرار جاء من حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو. البطاقة الحمراء ظهرت مجددا في المباراة بعد أن قرر حكم اللقاء طرد المدافع أندري بوركا بعد تدخله على ياغو سانتوس ليكمل الفريقين مواجهة بعشرة لاعبين. وكاد الأخدود أن يخطف هدفا ثانيا في آخر دقائق المباراة بتسديدة قوية من الإسباني كويالو، لكن تصدى لها الحارس بنجاح. يمسك كرة كولادو، كان كولادو قريب من التسجيل. الأخدود بهذا الانتصار قفز للمركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما تراجع الشباب لمركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة. مبروك لي الأخدود، هارد لك للشباب فيصل. والله شوف يعني حال الشباب يمكن ما يسر، يمكن ما راح أتكلم من ناحية يمكن الفنية، لكن أنا أتكلم على الأوضاع الشبابية اللي قاعدين نشوفها في الفترة الماضية، وبتكلم يعني استكمال الحديثنا قبل يومين اللي كان عن حال الشباب، وكان تحذيرات يمكن حتى بوجود هنا أنه كأنه السيناريو الأهلي قاعد يتكرر، وأنه التحذيرات أو إحنا قاعدين نتخيل أنه الأهلي قبل موسمين والله مع بداية الدور الثاني إنه الأهلي ممكن والله يهبط، كان يعني ممكن أحد يضحك عليك وأنت قاعد تطرح مثل هذا الطرح، إلين جت الجولات الأخيرة وشفنا الأهلي في الأخير يعني أحد الفرق الهابطة في الجولة الأخيرة. الحال الشباب أنا أعتقد إنه يمكن أسوأ من حال الأهلي في تلك الفترة، والعلاج يمكن بيد الشبابين على الأقل، يعني من حسن حظهم إنه فيه فترة شتوية. الفترة الشتوية يمكن ما راح تكون هي العصا السحرية لإنقاذ مثلاً كل شيء في الشباب، لكن الشبابين عليهم أن يتعاملوا مع الفترة الشتوية تعامل مختلف. هم قدامهم طريقين، يعني في الفترة الشتوية هيتعاملوا والله إحنا مع الشباب والله التاريخ والإرث والسابق والفريق البطولات الفريق الكبير اللي إحنا لابد ننهض بالشباب وأنه يقارع الفرق الكبيرة، ما راح تنجح. أول شيء لا في الاختيارات يعني متاحة هذه الفترة الشتوية، يعني دائما الخيارات تكون أقل، وأيضا الوقت وانه مساله حتى الـ 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 يعني الوضع الفني والاداري واللي يعيش الفريق يعني ما هو بالشكل الجيد. فانت لابد ان الشبابين معليش يعني ولو حتى يزعلوا من هالكلمه يتعاملون انه فريقهم احد الفرق المهدده بالهبوط، احد الفرق يعني معليش للشبابين الصغيره اللي ممكن تهبط. اذا بيتعاملون فتره شتويه بهذا الاتجاه يعني قد ينجح الشباب، لأنه هذا الاتجاه له أدواته، له طريقة حتى اختياراته، له طريقة تفكير يمكن في المرحلة المقبلة. وإني مسألة والله لا يعترضون على موضوع صغيرة، يعني هيقول لك لا ليش تقول صغيرة، أوكي مهدد بالهبوط لكن لفظ الصغيرة يعني حيزعلون عليك شباب. لا لا أنا أقول لك إياها، فرق المهدد بالهبوط لا، بس أنت ما تجي والله خلاص أنا يعني الإرث والتاريخ البطولي. أنا من الناس اللي يحبون الشباب، وما أعتقد أنه في أحد ما هو قاعد يحب الشباب ولا يتذكر الإنجازات الشبابية الكبيرة. والشباب دائما يعني من الأندية اللي حتى لو ما تشجع أنت الشباب من الأندية اللي تتعاطف معها بشكل كبير، فما بالك عاد وهو صاحب الإرث وقلت لك الإنجاز الكبير، يعني ما حد يقدر يلغي هالشيء كبير. يمكن الرياض هم الشبابيين، لكن أنا أتكلم عن تعامل في هالفترة المرحلة لما الحقيقة. تيجي حتى أنت تقارع الفرق الكبيرة لا تيجي أنت تقارع باسمك وتاريخك وإرثك وأنا اللي ممكن أكون أعرف إيش تبغى من المرحلة، صح لا إيش أبغى من المرحلة، إيش أبغى من المباراة هذه، إيش أبغى الطريقة اللي ممكن تخدمني، النقطة اللي أقدر أخذها من هنا من هالمباراة. ما تقدر أنت الآن تلعب باسم الشباب أو تاريخ الشباب تروح تواجه النصر وتواجه الهلال وتواجه كذا، أو تجي حتى مع الفرق الأخرى وتواجهها بس بإرثك والاسم السابق، هذا ما راح ينفعك في شيء. فأنا عشان كذا أقول لكم المرحلة المقبلة مرحلة خطيرة جدا للشبابين، لازم يتجاوزونها الموسم ذا، البناء، مسألة إعادة هيبة الفريق، مسألة إعادة الشباب لأمجاده، هذه تجي بهدوء، تجي
يعني تحتاج لها سنوات وتحتاج لها أيضا عمل كبير جدا ويكون عمل منظم من بدري من قبل الموسم يعني مو في منتصف الموسم. عمل خلنا نقول منطقي أو عمل طبيعي إنك تأخذ فرصتك قبل ما يبدأ الدوري وتستعد وتشتغل، يعني ما تجي على أرث تراكمات إدارية كثيرة. صعب اليوم الوضع اللي هو فيه الشباب، وهذا صحيح. أنا أتمنى إنه فعلا حال الشباب يعني يتغير بعد الفترة الشتوية، لكن قلت لك انه الطريقه اللي راح تدار فيها الفتره الشتويه هي الطريقه يمكن المهمه جدا، وراح تبين يمكن اتجاه الاداره الشبابيه واتجاه الشبابيه من خلال يمكن اول اسم يختارونه في الفتره الشتويه. طيب نتعرف على بقيه مباريات هذه الجوله، الجوله الاولى من الدور الثاني لدوري روشن للمحترفين، ثم نكمل بعد. تتواصل مساء غد السبت منافسات المرحلة 18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين من خلال إقامة مباراتين، حيث يستضيف فريق التعاون الرابع على لائحة الترتيب ب 34 نقطة شقيقه الفتح صاحب المركز السابع ب 25 نقطة على أرض ملعب نادي التعاون في بريدة عند الساعة 6 مساء. وكان التعاون قد كسب في الجولة الماضية نظيره الاتفاق في الدمام بهدفين دون رد، بينما تعادل الفتح مع الشباب في الأحساء بهدف لمثله. فنياً يقود التعاون البرازيلي شاموسكا الذي لعب الفريق تحت إشرافه 17 مباراة، انتصر في 10 وتعادل في 4 فيما تعرض للخسارة في 3. أما الفتح فيقود الدفة الفنية فيه الكرواتي سلافين بيليتش الذي أشرف على الفريق في 17 مباراة، كسب 7 منها وتعادل في 4 وخسر في 6 لقاءات المتبقية. أول الأهداف أو تصدي آخر راح نشوف مهداوي. الله يا هدوءك. مختار علي يمرر الكرة، اللعبة الكرة طويلة في الأمام بالرأس. وفي اللقاء الثاني يلتقي فريق الاتحاد المتواجد في المركز السادس ب 28 نقطة بضيفه الرائد صاحب المركز السابع عشر ب 13 نقطة على أرض استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة عند الساعة 9 مساء. وكان الاتحاد قد خسر آخر لقاءاته في الجولة قبل الماضية أمام الضمك في أبها بثلاثة أهداف لهدف، بينما خسر الرائد في المرحلة السابقة أمام الضمك في بريدة بهدف دون رد. في الجانب الفني يقود الاتحاد المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي لعب الفريق تحت إشرافه 3 مباريات، فاز في 1 وتعادل في 1 وخسر في 1 أيضا. أما الرائد فيشرف عليه فنيا المدرب الكرواتي إيغور جوفيشفيو الذي لعب الفريق تحت قيادته 17 مباراة، انتصر في 3 وتعادل في 4 وخسر في 10. أمام الجبل، أعلى الجبل. الله 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 يا الدلال. شاهدة من أعلى نقطة بعيد، كرة اللعب رأسي عمر غونزاليز. حياكم متابعينا، غدا ضمن فعاليات موسم الرياض وبمشاركة 16 من أشهر ملاكمي العالم المملكة أرينا يحتضن نزال اليوم الحاسم. طبعا هذا النزال الذي يأتي ضمن موسم الرياض 2023 كفعالية ترفيهية رياضية، وهي من أكثر الفعاليات قوة سمي بنزال اليوم الحاسم. يجتمع فيه أشهر الملاكمون في العالم ليقدموا ليلة رائعة يتخللها الحماسة والإثارة التشويق في منطقة المملكة أرينا. نحن موعودون ببطولات عالمية بأحداث متوالية متتالية، نودع كأس العالم للأندية، نستقبل هذا الحدث العالمي والمرتقب من قبل محبي الملاكمة ووسائل الإعلام العالمية. تفضل أبو أميرة. والله أول شيء أنا بتكلم عن معالي مستر توكا الشيخ وموسم الرياض بالترفيه في المملكة العربية السعودية. صح حقيقة هذا الرجل بالأفكار الإبداعية النادرة اللي ما حد سواها في العالم،
قاعد يبهرنا ويبهر العالم صراحة، ويرفه الشعب السعودي أيما ترفيه بكل أمانة. يستحق هذا الرجل التكريم، هو لا ينتظر ذلك بالتأكيد، لكن فعلا والله يستحق التكريم، يستحق جائزة عالمية. أتحدى شخص مسؤول عن ترفيه وسياحة في العالم يعمل ربع اللي بيعمل هذا الرجل. قد يأتيك أحد يقول لك يا أخي ما شاء الله، طب في دعم كبير، في دول غنية كثير وعندهم دعم كبير، لكن أتحدى في رجال مثل هذا الرجل، مثل تركي آل الشيخ في فكره وإبداعه. الآن هذه الملاكمة، الآن أي أحد بيسوي مثلا فكرة ملاكمة يجيب لك ملاكمين مشهورين ثلاثة أربعة، هذا جايب لك 16 أشهر ملاكم في العالم 16 مش اثنين أو ثلاثة أو أربعة، من الآخر يجيب لك الفكرة من الآخر، الإبداعي الإبداع من الآخر، الترفيه من الآخر. وبالتالي أنت تشوف غدا مثلا أشهرهم طبعا أنتوني جوشوا طبعا البريطاني المشهور، جارين ميلر الأمريكي أيضا، أوتوالين السويدي وغيرهم أيضا. الأبعاد الأخرى، الجيل الجديد الآن مثلا نجعل الملاكمة فقط الآن البعد الآن متأكد أنه في جيل جديد كبير بدأ يعشق الملاكمة ويتابع الملاكمة ويبغى يلعب الملاكمة. إحنا زمان كنا نشوف محمد علي كلاي وكنا نتفرج بس مستحيل نمارس، بس فقط نتفرج نحبه ونشجعه. الآن لا، مع وجود هؤلاء الناس بدأوا الناس تمارس، تبغى تلعب كاراتيه وكل الفعاليات اللي بيعملها هذا الرجل في المملكة العربية السعودية بالتأكيد. أيضا الخبر الجميل في المؤتمر الصحفي اليوم، جاري الميلر وإعلانه إسلامه، هذا الأمريكي الملاكم الشهير يعلن إسلامه في المؤتمر الصحفي، هذا أمر عظيم. أيضا هذا العالم كله بيشاهده، العالم كله بيتابعه. المملكة العربية السعودية تقدم دروس في كل المجالات وفي كل القطاعات، الحمد لله على نعمة السعودية من أبدا. شكرا مولاي خادم الحرمين، شكرا سمو سيدي العهد، شكرا أيضا أنكم تقدمون رجال مثل تركي آل الشيخ. فاصل أخير ثم نكمل، تكرموا بالقائمة. حياكم متابعينا في الجزء الأخير من البرنامج، لما تبقى لتقديم الشكر لضيوفنا في هذه الحلقة، أحمد مجدي عيد الثقيل في الرياض، طارق كيال من جدة، وحاتم خيامي من مكة. الشكر موصول لكم، يوم غد إن شاء الله في 11:30 موعدكم مع برنامج كرة. تصبحون على خير.